هذه الوقفة هدفها الأساسي هو الاحتجاج على قضية شرط المسافة اللي انقفلت عليه صيدليات الأسبوع الماضي. هذا الشرط الصيدليات تعتبره شرط مجحف وتطبيقه تطبيق تعسفي للقانون، وخصوصا القانون تطبيقه لم يكون واقعيا، لأنه يترتب عليه أضرار كبيرة جدا، ولأن القانون سيد الوزير كما قال أنه القانون طبقه في بعض حالاته وتركه في بعض الحالات، كمسألة الأطباء الذين قال بأنهم إذا خيروا بين الخاص اختاروا والعام اختاروا الخاص. نفس الشيء هذا الشرط المسافة يتعلق عليه أضرار كبيرة، وهو وليس 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 فيه هدف يذكر، بل هو يترتب عليه إبعاد الخدمة من المواطن، ويترتب عليه كذلك خسارة كبيرة بالنسبة للمستثمرين وملاك الصيدليات، لأنهم بذلوا الغالي والنفيس وعملوا ديكورات من أجل موائمة دفتر الالتزامات لدى وزارة الصحة، وكذلك عملهم على أن يتم أن تكون صيدليتهم في الوضع الملائم لدفتر الالتزامات المتعلق أو الصادر عن وزارة الصحة.